ينضم إلينا مباشرة من اسطنبول مراسلنا جياب أبو صفية. قراءة معك جياب، بداية في هذه التحركات العسكرية، ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان والرسائل التركية الدولية أيضا؟ نعم روبير، نود الإشارة أن قبل يومين أي 4 نوفمبر كان هناك قد شهدت اشتباكات مسلحة بين فصائل سورية معارضة مسلحة يعني تابع أو برعاية تركية تشرف عليها القوات التركية، كانت قد اشتبكت مع القوات الكردية في عين العرب كوباني. يعني يأتي هذا الحشد وهذا الرتل العسكري وهذه الحشود، نتحدث عن مدفعية ثقيلة، نتحدث عن ناقلات جند ومدرعات أيضا كانت قد دخلت من مدينة الباب، هو ربما رسائل عسكرية أكثر على الأرض لتعزيز هذه القوة، ليس فقط حشدا في الرتل العسكري ولكن أيضا على مستوى الأفراد وقوات الجيش. هناك قوات تركية على الحدود السورية التركية، بالإضافة إلى حشد أيضا للقوات المسلحة أو المجموعات المسلحة الموالية لتركيا من المعارضة السورية التي أيضا تم حشدها وتم استدعائها في هذه المنطقة. رسائل سياسية ربما للأكراد والداعمين للأكراد من قبل الجانب التركي، بالإضافة إلى ما ستشهده الساعات القادمة. كان هناك مسيرات تركية كانت قد شهدتها محافظة الحسكة وقد شهدت، أيضا كان هناك قصف لبعض المناطق في محافظة الحسكة ولكن لم يسجل وقوع أي إصابات أو ضحايا نتيجة هذا القصف العسكري. الساعات المقبلة ربما ستشير إذا ما كان هناك ربما تحرك سياسي بهذا الشأن أم سيتحول إلى مواجهة عسكرية. مباشرة من مدينة اسطنبول التركية مراسلنا جياب أبو صفية.